mingling. Come to me mingling. Stepping up, looking bootylicious and jingling. Yo yo, عسلامة جمهور مهرجان كارتاج. الليلة معنا لاستا غاميريكو سينيغاليز ايكون بيبي. اي نعم، اول مرة في مهرجان كارتاج الليلة معنا ايكون، الطفل اللي خرج عمره 7 سنين من السنغال pour s'installer في les États-Unis. وابخي ان بيتي باساج بار لا كاز بريزون في الادوليسونس نتاعو يقرر باش يبدا سا كارير بروفيسيونيل، يمشي يدور على بليزيور برودكتور. والريزولتا كانت سون بروميي البوم ترابل اللي عمل بيه ان غران سوكسي. بعد عمل البوم كونفكتد، وبعد الالبوم هذايا الى فوندي سون لابيل كونفكت ميوزيك. عمل دي فيتشرينغ مع اهم لي ستار نتاع الهيب هوب في امريكا كيما امينيم وسنوب دوغ. لا ستار امريكان اللي جايتنا ديريكتومون من لي ايتازوني اللي لا في مسرح كارتاج باش يحفل لكم الجو ويغني لكم برشا اغنيات حفظتوهم وحبيتوهم كيما لونلي، سماك ذات، اي رايت ناو. اما انا رايت ناو باش نخليكم على الانترفيو اللي عملناه مع ايكون قبل ما يطلع توت سويت على مسرح كارتاج. Well, every show is different because we never rehearse. I know I shouldn't be saying this on TV, but I think a lot of times it's the audience that create the magic in the concert. We can always prepare something special, but it never comes out if the audience is not on the same link. So normally when everyone's having a good time and everyone's on the same level mentally, it always creates something that you never expect. So we always wait and look for that magic on every show. So I'm pretty sure we're gonna find it here in Tunisia for sure. Hey!
فاتتني سهرة برجولية ايكون حفلها ليلة وباندي باندي طلع بقلبه صحيح معناه افريكان انفغي طلع فوق المدارج وحي الجمهور ميرسي بوكو بيس مان ثانكيو حفلها وتغي موديست ومحليها على عملنا برشا جو والسهرة حلوة وهذا ايكون سي ان بروفيسيونيل دو لامبيونس دونك فرحانين برشا سوبر امبيكابل بون صاريه حاجه عالميه على الاخر ومزيانه برشا وبرافو ايكون اون دو مو مانيفيك سيتيت اون سواري اكستراوردينير اي جو نو لوبيري جامي وا سيتي مانيفيك اون ادوري ايكون اي ميرفيو تيان ايكون بور توا وا فريمون بيان 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 نو ايل ايتي جينيال فرانشمان لاف يو ايكون فريمون ميرسي فما برشا جو شيخنا حفله سوبر ستار سوبر ستار سوبر جي بيان مي سي ترو بيان حفلها على الاخر وان شاء الله يعاود يجي مره Nous sommes des Tunisiens, nous sommes des Marocains, nous sommes des Algériens, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Guinéens, we Africans. So you know, partout où on est, on doit représenter ça quoi. Donc tu vois, l'Afrique c'est une seule. You know what I'm saying? So you know, we all like nous sommes des Africains, c'est pour cela qu'on a représenté Tunisie aujourd'hui. Bon, Ekon, c'est quelqu'un qui est vraiment bien et c'est quelqu'un qui aime vraiment l'Afrique. Surtout quand on l'invite pour qu'il vienne jouer en Afrique, ça devient une fierté pour lui. À la Azla. شنو لا لا على عجله وكا برشا موسيقى ان شاء الله ان شاء الله حاجه سوربريز فما دي سوربريز نتكلم عاد مش انا فما لو سيس او دي سوربريز ومعنا باند مهبوله كلنا توانسه بروفيسيونيل خدمه تاع جروب كامله مش نتاع واحد برك ما تلمليش اسمي انا برك سجلوا سجلوا هيب تتسمى هيب هاب هيب هاب سجلوا فيلا على العرض بالانجلي يا يا شو شو تسمع فيها قبيله تحكي بالانجلي Yes, yes, well, yes, hello. سأتكلم عربية لأنه okay, الجمهور حبيته يحضر يوم 16. أنا قريت عربية في بورقيبة سكول. يوم 16 سيكون انفجار فني عظيم. انفجار. هيب هوب، ريغي، بالتي، كافون، أرماستا، نيجرو، بليد دوغ، دي جي دانجر. سوف اتر. Et je vais faire la mise en scène et pour mettre en valeur les artistes, ça va être le show. Hey, can guys, wow, 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 malah rajel lila. تخيلناها باش تكون سهرية ناجحة أما مش بالإنرجي هذايا. Hey, can حفلها au vrai sens du mot. Sur scène, هب العباد اللي حضرت له ليلة عمل برشا جو أما ما عندكمش فكرة قديش العباد زادت هبلت وهسترت كي طلع في الجرادان تفجعنا عليه الحق نتاع ربي الحمد لله على سلامته أما زادت تفجعنا على السيكوريتي اللي كل عادة ديما يتفاجئوا بالحكايات هذيا الهبلات نتاع لي زارتيست والفلتات هذيا أي كان حب تونس وشكون ينجم يجي لتونس وما يحبهاش أنتم ديما مازلتوا معنا تابعونا على الباج أوفيسيال وشان يوتيوب نتاعنا تونيزي تيليكوم أنا باش نخليكم توت سويت مع كود كار نتاع ليلة ماركو بولو العرض اللي يتقدم الليلة واللي هو مستلهم من كتاب تاجر البندقية ماركو بولو كتاب الأعاجيب اللي حكي فيه على كل ما عاشوا من مغامرات خلال رحلاته وأسفاره ولقاؤه مع شعوب مختلفة من نهارة اللي خرج من إيطاليا ومشى لإمبراطورية المغول بآسيا وفي ثنيته شق البرور والبحور والصحراء وجبال الهملايا ماركو بولو 2015 هو نجمنا التونسي محمد علي بن جمعة اللي يتقاسم معاه دور البطولة فيها العمل كل من المغنية اللبنانية عابير نعمة والموسيقي اليوناني كالايتيس ديس ومجموعة تتكون من 50 فنان وفنانة من مختلف الجنسيات الآسيوية العرض يمثل عمل ركحي ضخم فيه الشعر الملحمي الرقصات الحربية والرقصات التقليدية الآسيوية وغناء وموسيقى تروي حكاية الشرق العجيب مهرجان كارتاج مازال متواصل لو 13 اوت عندنا سبيكتاكل فسيفساء الليل التونسية الموسيقية أمينة أسرار في احتفالا بعيد المرأة ولو 15 اوت عندنا سبيكتاكل جايينا من العالم العربي ماركو بولو أنا وقالي كنش نقولكم بوني وبسلامة وباي باي